الاستلاف. اول مساله معانا النهارده هي 672 ناقص 198. هنعمل ايه؟ اول حاجه بطرح الاحاد مع الاحاد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات. طيب ينفع الاثنين اشيل منها 8؟ ينفع اشيل ال 8 الكبيره دي من الاثنين الصغيره؟ قال لي لا. هحكي لك حكايه صغيره كده. لو انت رايح السوبر ماركت تشتري شيبسي ب 5 جنيه بس انت في جيبك 2 جنيه بس او 8 جنيه عشان احنا دلوقتي معانا 2 ناقص 8 وانت معاك ايه؟ والشيبسي ده ب 8 جنيه وانت معاك 2 جنيه بس، هتعمل ايه؟ قال لي الراجل مش هيرضى يديني الشيبسي، فالمفروض ان انا هعمل ايه؟ هستلف من اللي جنبه اللي هو كام؟ السبعه. طب السبعه دي لما تيجي تسلف الاثنين هتسلفها كام؟ قال لي السبعه دي في قيمه العشرات، يبقى معنى كده لما تيجي تسلف الاثنين دي واحد هتسلفها بكام؟ ب 10. طب 2 و10 كام؟ 12، صح كده؟ طب السبعه دي لما اخدت منها الواحد هتفضل سبعه زي ما هي ولا هتقل؟ هتقل تبقى 6. طيب انا كده هعرف اطرح، هشوف 12 ناقص 8، ال 12 اكبر من 8 يبقى معنى كده ينفع اطرحها. هعمل ايه في الطرح؟ بحط الصغير في دماغي وبقفل ايدي واعد لغايه اما اوصل للكبير واقول بعد ال 8 9 10 11 12 كام؟ 4. احطها تحت خانه الاحاد. طيب 7، السبعه دي دلوقتي بقت كام؟ 6. اوعى حد يقول لي 7 ناقص 9، لا هي بقت كام؟ 6. 6 ناقص 9 ينفع؟ قال لي لا برضه ما ينفعش. قلت له طب الست هتعمل ايه؟ قال لي هتستلف من اللي جنبها، هتستلف من السته واحد، تبقى السته دي 16 والسته دي تبقى كام؟ 5. طب 16 ناقص 9 كام؟ برضه احط الصغير في دماغي وهقفل ايدي واعد لغايه لما اوصل لل 16 واقول بعد 9 10 11 12 13 14 15 16 كام؟ 7. طيب 5 ناقص 1 ينفع؟ قال لي عشان الخمسه كبيره. طيب حط الواحد الصغير في دماغي وهقفل ايدي واقول بعد الواحد 2 3 4 5 كام؟ 4. يبقى كام؟ 474. تعالوا المساله اللي بعدها. اول حاجه هبص عليها علامه الطرح، بعد كده هقول انا بطرح احاد مع احاد وعشرات مع عشرات ومئات مع مئات. طيب دلوقتي معيش حاجه اصلا ورايح اشتري حاجه ب 5 جنيه ينفع؟ قال لي لا. معايا مين؟ معايا صاحبي. طب صاحبي برده معهوش حاجه، طب ينفع؟ قال لي لا. معايا صاحبي التالت اللي هو مين؟ خانه المئات. طب خانه المئات هتسلف مين؟ قال لي لا، خانه المئات هتقول لي انا هسلف لك العشرات بس، يعني 8 دي تبقى كام؟ 7. طب انا هاخد الواحد من هنا يبقى كام؟ 10، صح كده؟ طيب دلوقتي خانه الاحاد لسه زي ما هي، قال لي ال 10 دي هتسلف خانه الاحاد تخليها كام؟ 10. طب انا اخدت من ال 10 دي واحد، تفضل 10 زي ما هي؟ قال لي لا، هتفضل هتبقى ايه؟ 9. 10 ناقص 5 كام؟ احط الصغير في دماغي وهقفل ايدي واعد بعد ال 5 6 7 8 9 10 يبقى كام؟ 5. 9 ناقص 6 كام؟ احط ال 6 في دماغي وهقفل ايدي واقول بعد ال 6 7 8 9 كام؟ 3. 7 ناقص 2 برضه احط الصغير في دماغي اللي هو ال 2 لغايه اما اوصل لل 7 يبقى 5. تعالى نشوف اللي بعدها. علامة الطرح، بطرح احاد مع احاد وعشرات مع عشرات ومئات مع مئات. طيب اتنين صغيره ينفع اشيل منها الاربعه الكبيره؟ قال لي لا، الاثنين هتستلف من الواحد اللي جنبها، فانا معايا واحد اخدته هيتفضل لي ايه؟ 0. طب والاثنين تبقى 12. 12 ناقص 4 كام؟ احط الصغير في دماغي اللي هو الاربعه واقفل ايدي واعد لغايه ما اوصل لل 12 بعد الاربعه 5 6 7 8 9 10 11 12 8. طيب معيش حاجه، 0 ناقص 6 ينفع؟ قال لي لا، الصفر ده هيستلف من اللي جنبه، هيستلف من 9 تبقى 8 والصفر يبقى 10. 10 ناقص 6 كام؟ حط 6 في دماغي واقفل ايدي قول بعد 6 7 8 9 10 4. 8 ناقص 7 هيتفضل لي 1. طيب تعالى نشوف دي، قال لي هنا هتنطط؟ لا، تعالى نشوف 4. انا بطرح برضو احاد مع احاد وعشرات مع عشرات ومئات مع مئات. طيب الاحاد مع الاحاد اهو 4 ناقص 2 ينفع؟ قال لي 4 كبيره، 4 اشيل منهم
من السبعة، السبعة دي تبقى ستة، والاتنين هتستلف عشرة تبقى ايه؟ الواحد هيبقى الواحد بيروح الخانة تبقى عشرة، تبقى كام؟ اتناشر، اتناشر ناقص أربعة، هحط الأربعة في المية وهقفل إيدي وأقول بدل الأربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر كام؟ تمانية. طيب هقول سبعة ناقص خمسة، لا السبعة دي أنا خدت منها واحد بقت كام؟ ستة، ستة ناقص خمسة واحد. تعالى نشوف اللي بعدها، أحاد مع أحاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات. طيب صفر ناقص ستة ينفع؟ قال لي لا مينفعش، فالصفر هيستلف من التمانية، التمانية تبقى سبعة والصفر يبقى عشرة، عشرة ناقص ستة كام؟ حط الستة في دماغي وعد لغاية ما أوصل للعشرة يطلع لي أربعة. طب سبعة ناقص سبعة، سبع حاجات شلت منهم سبع حاجات فضل لي صفر. طب خمسة ناقص واحد، حط الواحد في دماغي وعد لغاية ما أوصل للخمسة يديني كام؟ أربعة. تعالى نشوف بقى هنا بيقول لي ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. أول ما أحط قبل ما أحط العلامة لازم أحل المسألتين دول. طيب تعالى نحل، بجمع أحاد مع أحاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، 2 زائد 0 هي هي 2، 1 زائد 0 1، 3 زائد 1 4. تعالى نحل المسألة هنا بيقول لي 2 ناقص 0 برضه 2، 1 ناقص 0 1. طب 3 شلت منها 1 فاضل لي 2. طيب احط العلامة ازاي؟ قال لي هبص على اخر خانة، اخر خانة اللي هي عندي ايه؟ هنا لقيت 4 وهنا لقيت 2، يبقى مين الكبير؟ ال 4. يبقى 400 وقسنا 10 اكبر من ال 200 وقسنا 200 وقسنا 10. تعالى نحل اللي بعدها، 300 و52، انا عندي كام خانة؟ 3 احاد وعشرات ومئات. 300 دي كانت ايه؟ مئات، يبقى احط فيها 3 واثنين، اثنين دي كانت احاد وخمسون. طيب لازم احل دي الاول، واحد ناقص صفر هو الواحد، صفر ناقص صفر صفر، سبعة ناقص اثنين خمسة. طيب عشان احط علامة اكبر او اصغر او يساوي لازم ابص على اخر خانة،